عندنا سمك مشوي بس بطريقة مختلفة. سمك سنجاري، هنستخدم للسمك السنجاري 1 سمك قاروص حوالي كيلو، ورشة ملح وفلفل، واتنين معلقة صغيرة ماسترد، واتنين معلقة صغيرة توم، وربع كوب جزر مبشور، وتلاتة حبة فلفل ألوان، ونص معلقة كبيرة كمون، وتمن كوب شبت، وربع كوب زيت، وتمن كوب خل، وربع كوب بصل، ونص كيلو ذرة ردة وليمونة، ورق فويل، ومعلقة كبيرة كزبرة ناشفة، وشطة، وربع كوب طماطم، وربع كوب جزر مبشور. وهنقدم معاها سلطة بلدي وسلطة الطحينة. هبتدي اعمل تتبيلة السمك على طول. الماسترد حاجة بتدي طعم حلو قوي مع السمك في التتبيلة، لان هي طعمها لازع كده. جربوها تعجبكم. وحط شوية من الكمون، وحط الكزبرة. الكزبرة طعمها بيدي اضافة مهمة. شوية شطة والخل. ما تقلقوش خالص من فكرة الأطعمة اللاذعة اللي احنا حاطينها الماسترد مع الخل، لان هنحط دلوقتي شوية خضار كتير هيقللوا لنا الطعم ده. وهحط ليمونة. الليمون كده كده مع السمك بيقتل الزفارة وبيبقى ظريف جدا. ونتبل دلوقتي تتبيلة كاملة. نحط الملح، مش هنكتر قوي علشان الماسترد بتدي طعم لاذع، فما نزودش يعني الملح شوية. دلوقتي حطينا شطة، حط شوية زيت، وهاخد شوية من الشبت، وهسيب الجزء الباقي للخضار. بنقلب التتبيلة صفرة، هتلاقوا لونها أصفر كده، متتخضوش عشان الماسترد عملت اللون ده. وهي تقيلة بسبب الزيت اللي حطيناه مع المسترد، بتبقى مدية طعم وشكل حلو قوي. قلب بسرعة كده، دخل التتبيلة في بعض، وما زودناش الملح عشان احنا حاطين ليمون وخل وماسترد، مش عايزين بس الطعم يبقى حادق معانا. البس الجلوفز. هنقسم الخضار، هنقسم التتبيلة على الخضار والسمك علشان عايزة الاتنين يبقوا بنفس الطعم. بس اشوح الخضار على طاسة فوق عشان السمك مش هياخد وقت كبير معايا في الفرن، لان هاخد له برضو وش على الجريل على البوتاجاز. هحط الردة بتاعتي هنا، وهحط كل انواع الخضار، الفلفل والجزر والطماطم والبصل والشبت. وبعدين اقسم التتبيلة، اخد منها جزء للخضار، الجزء التاني اخليه للسمكة. بنعمل ايه بقى؟ بننزلها كده في الطبق، ونحاول نشرب السمكة من اولها لاخرها بالتتبيلة بتاعتنا. يعني لو في اي حاجة في الطبق ناخدها، ان هي بتفرق قوي في طعم السمكة. بس كده هي جاهزة، وعندي الخضار اقلبه. وبرضو نشغل طاسة في نفس الوقت اللي هنعمل فيه السمكة، لان هي مش هتاخد وقت كبير خالص على النار. انا بس بدي للردة وش من تحت عشان هحط فويل بعد شوية. حط شوية زيت. بنجيب السمكة القاروص، بنفتحها بالمقص او بالسكينة كده من النص، وبعدين بنفتحها بس زي القلب كده، وبنتبلها زي ما انا تبلتها معاكم دلوقتي. هحط هنا زيت على الجريل، خلي الجريل على حرارة متوسطة. هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ انا عندي السمكة اهي، هبتدي احطها في الردة. ما بحطهاش غير من الظهر، ما بحطش الردة خالص من الوش. عندي اجيب اي حاجة تحتية كده، ابتدي احط من الظهر. الوش بنسيبه زي ما هو عشان هنملاه خضار بعد شوية، اللي احنا حطينا له زيت هنشوحه فيه. ياخد بس الردة اللي اتعملت من قدام دي، احط الخضار اشوحه.
والسمكة زي ما انتوا شايفين اهو الرادة بدأت تمسك في السمكة. برضو احنا هندخل الفرن فلازم نراعي الحتة دي ما نسويش كل حاجة للآخر. هنحط فويل في الصينية اللي داخل الفرن ماسكة نفسها ظريفة جدا معايا نقل ببساطة كده. بعدين اخد الخضار من غير التتبيلة دي في الاول بس عشان افرد الخضار في النص كويس، وبعدين ابتدي اعمل بالفويل. خلاص كده ده خلاص اي شكل انتوا بتحبوه، بس المهم ان انتوا تلموا الفويل. هي بتتقدم كده بس كده سهلة جدا. بدخلها الفرن 10 دقايق. عايزة بس اجيب حاجة امسك بيها اطلع لكم النسخة التانية بتاعتي اللي انا كنت محضراها. بندخلها 10 دقايق على 160، وبعدين بنولع الشواية 5 دقايق في الاخر. تطلع معايا هي كده